بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 71 بعد 300 على 1. فإذا تعارض أمره عليه السلام أو قوله مع فعله قدم القول على الفعل لهذا السبب، أن قوله تشريع عام، فعله قد وقد، أي قد يكون تشريعا عاما وقد لا يكون. لا شك أنه يكون تشريعا عاما بشرطين اثنين ذكرنا صباحا. الشرط الأول وهو أن يكون عبادة وأن لا يكون عادة، لأن العادات لا تدخل في الشرعيات. الشرط الثاني أن لا يكون له مخالف من القول الصادر من الرسول عليه الصلاة والسلام، كما نحن الآن في صدده. فإذا وجدنا قولا خالف فعله عليه السلام أخذنا بقوله وتركنا فعله، لأن قوله هو الشرع العام وفعله قد وقد. الآن نبحث في هذه القد قد، كيف نعلل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لشيء خلاف ما خاطب به أمته. من السهل جدا أن نقول هذا الفعل إذا لم يكن عندنا دليل يبين أنه جاء بعد القول فإذا يحمل على الأصل، وهي البراءة الأصلية، لأن الشريعة ما جاءت بالأحكام فقرة واحدة، وقصة الخمر والتدرج في تحريمها أوضح مثال من الأمثلة التي تدلنا على أن الخمر كانت مباحة على الأصل، وقد لا نقول حلالا إنما على البراءة الأصلية. فإذا جاءنا خبر بأن زيد من الناس شرب الخمر، لكن شربه للخمر ممكن أن يكون في ذلك الزمان، فإذا جاء الحديث عن الرسول عليه السلام في فعل ما كما نحن الآن في صدده كان يصوم يوم السبت، يمكن أن يكون قبل هذا التشريع الجديد بقوله لا تصوموا يوم السبت. فإذا ممكن أن يكون هذا الفعل كان في زمن الإباحة. ثانيا، يمكن أن يكون لعذر، فعل صدر منه عليه السلام لعذر، فحينئذ نقول ما دام يحتمل أن يكون لعذر فنقدم القول على الفعل كما جاء في القاعدة. ثالثا وأخيرا نقول يمكن أن يكون هذه خصوصية للرسول عليه السلام، ما دام تعارض فعله مع قوله فالقول مقدم على الفعل. الذي أردت بهذا أن أقول في عدة احتمالات وهي ثلاث: إما كان فعله على الأصل، وإما أنه كان لعذر، وإما أنه كان لخصوصية له عليه الصلاة والسلام لا يشاركه عليها أحد من الأنام. من فائدة هذه القاعدة وتطبيقها على بعض النصوص المتخالفة ظاهرا، أنه ثبت في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، وثبت أيضا في السنة الصحيحة أنه نهى عن الشرب قائما. ماذا يفعل الآن الفقيه الذي يريد الحق ولا يتأثر بالأجواء والعادات التي يعيش فيها أو بينها؟ الآن فنجرب تجربة ثانية، نقدم القول على الفعل، وسنسمع طبعا اعتراضات كثيرة، لكن هذه الاعتراضات قائمة على خلاف القاعدة، قائمة على خلاف القاعدة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما،
يقول بعض القدامى والمحدثين أن هذا النهي للتنزيه. لماذا نقول أو نتأول النهي بهذا المعنى وهو كراهة تنزيهية؟ لأنه ثبت يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما. أنا أقول كان من الممكن أن يقال بأن هذا النهي للكراهة التنزيهية لو كان عندنا ثابت تاريخيا أن فعله كان بعد النهي، فيكون فعله بيانا لقوله. ونحن نعرف أن من قواعد الشريعة أيضا أن فعله صلى الله عليه وسلم هو بيان للشرع سواء كان قولا أو غير قول، وهذا منصوص في القرآن كما تعلمون: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فبيانه يكون عليه بيانه عليه السلام يكون تارة بقوله، تارة بفعله، تارة بإقراره. فلو أنه كان عندنا تأريخ صحيح أنه شرب بعد النهي، وقال قائل ما بأن هذا النهي للتنزيه لأن الرسول شرب بعد النهي، يمكن. لكني أقول لا أيضا، وستسمعون السبب. سنطبق القاعدة كما طبقناها في بعض الأمثلة السابقة. يمكن أن يكون شبه الرسول عليه السلام على الإباحة ما دام ما عندنا تاريخ المذكور آنفا، فيمكن أن نقول كان شربه عن الإباحة وقبل النهي. يأتي الجواب الثاني أو الاحتمال الثاني، وهو أن يكون شرب قائما لعذر، ومن كان معذورا لا يلحق به من ليس معذورا، وهذا أمر بديهي جدا. أخيرا نقول يمكن أن يكون ذلك من خصوصيات عليه السلام. بمثل هذا أيضا يجاب عن حديث البخاري ومسلم الذي هو في الصحيحين من حديث أنس لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وكان على فرس له، فانحسر الإزار عن فخذه عليه السلام. وهنا لفظان لا شك أن أحدهما، وهذا يعود بنا إلى درسنا في الصباح، الذين يقولون أنه ما في الصحيحين مقطوع بصحته، هاتوا الآن جواب عن هذه المعارضة الموجودة في حديث واحد رواه البخاري بلفظ فحسر الإزار عن فخذه، ورواه مسلم فانحسر الإزار عن فخذه. فلفظ البخاري حسر أي قصدا، وهنا حين ذاك يظهر حكم جديد، بينما لفظ مسلم انحسر أي ليس له كسب في ذلك لأنه يطارد ويركض بفرسه، وبطبيعة الحال الثوب يطيح مع الهواء وينكشف الفخذ. هذا المعنى الثاني إذا أردنا أن نرجح قلنا رواية مسلم أصح من رواية البخاري في هذه اللفظة، بينما نحن نقرأ في مصطلح علم الحديث أن ما رواه البخاري أصح مما رواه مسلم، ما رواه مسلم أصح مما رواه السنن، وإلى آخره من المسانيد. هذه قاعدة ولكنها ليست مضطردة. رب حديث لم يرويه الشيخان رواه الإمام أحمد في مسنده أصح من كثير من الأحاديث التي رواها البخاري ومسلم كلاهما معا في الصحيحين. فالقاعدة هذه قاعدة ليست مضطردة، وإنما يمكن أن نقول إنها قاعدة أغلبية. فالآن إذا افترضنا أن رواية البخاري حسر الإزار وليس الراجع انحسر الإزار، حسر الإزار، فرضنا أن هذه الرواية أصح بناء على القاعدة العامة أن ما رواه البخاري أصح ما رواه مسلم.
كيف التوفيق بين هذا الحديث الصحيح وبين قول عليه السلام الأخذ عورا؟ نلجأ إلى القاعدة فنشتري الفخذ عورة تشريع عام للأمة. عرضه هذا الفعل مع أن هذا الفعل فيه ذاك الإشكال، يترى كان قصدا منه أم دون قصد، لكن نفترض أنه كان بقصد منه، إذن هذا فعل فقد يكون على الإباحة الأصلية، وقد يكون العذر تضايق وهو يطارد فكشف الثوب وانحسر ثوب عن فخذه، وقد يكون خصوصيا. كذلك يقال عن حديث الخليب الذي دل فيه النبي صلى الله عليه وسلم رجليه فطرق طارق الباب وهو أبو بكر الصديق، فاستأذن النبي قال إذن له، دخل وجلس عن يمين الرسول عليه السلام وأدى رجليه في الدير، وهكذا جاء عمر عن يساره، وجاء عثمان فغطى رسول عليه السلام، على رواية المختلف فيها أيضا، فرواية تقول قد انكشف الثوب عن ركبته، في رواية عن فخذه، وفي رواية في صحيح مسلم الشك من الراوي بين فخذه وبين ساقيه، لكن نحن تتبعنا الروايات ووجدنا الرواية الصحيحة خارج نعم لا أنا أريد أن أقول خلاف ذلك، عن فخذه خارج الصحيح عن فخذه، فهي التي ترجح أحدى القولين الذين شك بينهما الراوي، عن فخذه أو عن ساقه. الشاهد نفترض أيضا أن الرواية الصحيحة كما قلنا أنه كان كاشفا عن فخذه الذي قال في الحديث القولي فخذ عورة، ولما دخل عثمان ستر فخذه، وكانت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، وهذا من فقهها وحرصها على الفقه، وهي امرأة محجبة كانت تراقب من الداخل من الخارج ماذا يفعل الرسول، فلما خرج الجماعة قالت يا رسول الله دخل أبو بكر ما غيرت من وضعك، دخل عمر كذلك، لما دخل عثمان بادرت فسترت فخذه. قال عليه السلام أنا أستحي مما تستحي منه الملائكة. إذن هو كشف فخذه أمام أبي بكر وفخذه أمام عمر، إذن كيف تفخذ عورة في القول؟ نقول هذا فعل ويحتمل واحدة من ثلاثة، أما قوله فهي الشريعة العامة ولسنا بحاجة، والحالة هذه أن نلجأ إلى بعض أقوال علماء المالكية الذين قسموا العورة توفيقا بين الحديث القولي والحديث الفعلي إلى عورة كبرى وعورة صغرى. العورة الكبرى السوءتان، والعورة الصغرى الفخذان. لا حاجة بنا حينما نطبق هذه القاعدة الفقهية، فنستريح من مثل هذا التعديل الذي لا مسوغ له بعد أن عرفنا أن القاعدة العلمية تأمرنا بأن نعود إلى قوله عليه السلام وندع فعله لاحتمال من هذه الاحتمالات الثلاثة. هذا في الواقع مما يساعد طالب العلم على أن يعرف كيف يوفق بين الأحاديث المتعارضة، والقواعد في ذلك كثيرة وكثيرة جدا والحمد لله، لكن الذي يناسب موضوعنا المتعلق بنهي عليه السلام عن صيام يوم السبت هو ينبني على هذه القاعدة الفقهية. إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل. تفضل. اللهم قصتان، قصة يعني تكون أبي بكر وعمر
ثم تلاهما عثمان أيوة. كان في تائشة أيوة. يعني وكان في هذه الحالة كان شبه فخذين أيوة. وسألت تائشة هذا السؤال أيوة. أما قصة حديث أبي موسى وتدلية الرسول وأصحابه أرجلهم في بالبير فليس فيها إلا أنه كشف أسنانه وجاء بكر كشف أسنانه وجاء عمر جلس على سنة كشف أسنانه ثم قال بشر عثمان على بدر تصيبه وجاء ولم يجد مكانا على البئر فأول سعيد المسيب بقبورهما فهذه ليس فيها إلا كشف السابين فقط. إذا كان كذلك فهذا الجمع جيد. جزاك الله خير. شيخنا في سؤال تكرر كثيرا وأجبتم عنه مرارا لكن أخونا السائل يعني يلح أن يسأل هذا ليستفيد الإخوة كلهم. يقول هناك من ينتقد الدعاة السلفيين بأنهم ليس لهم منهج ولا تنظيم، فما هو الجواب؟ ثم هل هناك ضرورة للتنظيم على غرار الأحزاب المعاصرة؟ جزاكم الله خيرا. نبرأ إلى الله من أن نتشبه بمن يخالف نصوص الكتاب والسنة التي تنهى عن التفرق، ومن أقوى أسباب التفرق الحزبية العمياء الصماء البكماء. فنبرأ إلى الله نتشبه بمن يتخذ الحزبية وسيلة للدعوة إلى الإسلام ولا يشعرون أن الحزبية تفرق المسلمين فوق تفرقهم الذي يحيونه ويعيشونه في هذا الزمان، وكان أثرا من آثار تفرق سابق قديم. نحن نعيش الآن في أسوأ هذه الآثار ولا نكتفي بذلك حتى نوجد أسبابا ووسائل حديثة تزيد الفرقة بين المسلمين بل وبين الطائفة الواحدة التي تنتمي إلى العمل بالكتاب والسنة، فينشأ هناك حزب باسم الحزب السلفي يختلف عن السلفيين بعامة أنه منظم. هذا التنظيم في اعتقادي الذي عليه بعض الأحزاب الإسلامية التي لا تنتسب لا إلى الدعوة التي تسمى في بعض البلاد بالدعوة السلفية وفي بلاد أخرى بدعوة أنصار السنة المحمدية وفي بلاد أخرى ثالثة بدعوة أهل الحديث، هناك بعض الأحزاب التي لا تنتمي إلا إلى إسلام لا مفهوم له عندهم، وإن كان له مفهوم فهو ذو وجوه متعددة ومتعارضة أشد التعارض، يكتفون فقط بأن يجتمعوا على الإسلام. أما ما هو الإسلام؟ ما هي عقيدة الإسلام؟ كل واحد يجيبك من هذا الحزب الواحد بجواب يختلف عن الآخر. لا غرابة بالنسبة لمثل هؤلاء الأحزاب الذين لا يتبنون الدعوة السلفية منهجا لهم في فهمهم لدينهم سواء كان عقيدة أو كان أحكاما أو كان سلوكا، لا غرابة في ذلك لأنهم لا يعلمون. لكن ما بالنا نسمع في هذه الآونة ناسا منا وفينا يدعون بدعوتنا ويوحدون توحيدنا ويتبعون سنة نبينا معنا، الآن تأثروا بالجماعات الأخرى فتحزبوا وتكتلوا وليس ضد الأحزاب الأخرى بل ضد من كانوا معهم لأنهم لم يتحزبوا معهم وصاروا أعداء وخصوما لهم. ذلك من شؤم مخالفة مثل قول الله عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا
كل حزب بما لديهم فرحون، فالإسلام لا يتعرف على التحزب إطلاقا، وإنما يجب أن نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لكن الحزبية قد جربناها قبل الحزب الجديد، جربناها ففرقت صفوف الناس المسلمين الذين تجمعهم دعوة الإسلام. لماذا؟ لأنهم أعلنوا ذلك في كثير من الأحيان أن جماعة المسلمين هي فقط الحزب الفلاني، هذون فقط جماعة المسلمين. هذا من شؤم التحزب والتكتل والتفرق في دعوة إلى الإسلام. ونحن عشنا في سوريا سنين طويلة مع جماعة الإخوان المسلمين، ندعوهم إلى الكتاب والسنة ولا ننتمي إليهم، ثم كتب الله لي أن أهاجر من دمشق إلى عمان، وبدأت هناك أن أدعو كما كنت أفعل وأنا في دمشق، كنت أزور الأردن وأدعو بقدر ما يساعدني الانتقال من دمشق إلى عمان. لكني لما سكنت واستوطنت عمان أخذت نشاطا في الدعوة أكثر وأكثر بكثير من قبل، وكان من نتيجة ذلك أن وشى بنا إلى المسؤولين هناك. الله أعلم، نحن ما نتهم شيخا صوفيا أو مذهبيا مقلدا أو حزبا معينا، الله أعلم، لكن كان من عاقبة تلك الوشاية أن أعادوني رغم أنفي وفي صورة لا داعي لتفصيلها إلى دمشق بمراقبة المخابرات. ثم بعد نصف سنة تقريبا سمحوا لي بالرجوع إلى عمان بعد أن كنت بنيت فيها دارا وبدأت أنقل مكتبتي إليها، سمحوا لي والحمد لله بالرجوع والسكن فيها مرة أخرى، وبدأت في نشاطي. فماذا كان موقف حزب من أحزاب هناك؟ أن أعلنوا على ملائهم بوجوب مقاطعة الشيخ الألباني، وليس في شخصه فقط بل وبكل من يحمل دعوته. فكنا نمر بمن كنا نسلم عليه من قبل ويسلم علينا، وإذا به يزور عنا وينحرف. لماذا؟ لأنه صدر الأمر من القيادة العليا، زعموا بأنه يجب مقاطعة الألباني، واستمر هذا القانون سنة كاملة. وفيه الناس نعم لا أنا ما أزعل، وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم. كان من هؤلاء الأفاضل الذين تأثروا بقرار اللجنة هناك أو الإدارة أو ما أدري ماذا يسمونه، الرجل الذي نفع الله به فيما أعتقد كثيرا في أفغانستان، وهو دكتور عبد الله عزام. هذا الرجل أمره عجيب، كان هو الحزب الوحيد الذي كان يحرص على أن يحضر جلساتي، فعنده دفتر صغير وقلم رقيق ناعم لطيف مثله، كلما سمع فائدة من الألباني سجلها عنده. ولكن لما صدر القرار ما عاد يسلم علينا. جمعني اللقاء معه وأنا خارج من المسجد هناك،
قلنا له كيف هذا يا دكتور؟ قال ما معناه سحابة صيف عما قريب تنقشع. قلنا خير، مضى ما شاء الله من شهور وهو على هذا الإجرار. أما أفراد من الحزب فكانوا يحضرون حلقاتنا دون إذن من القيادة العليا زعموا، وكنا نثير هذه القضية. ما الذي حمل جماعتكم على إصدار هذا القرار الظالم؟ وها أنتم الآن تحضرون، ولو كنتم تعتقدون بأن هذا القرار عادل ما تخالفونه، لكن تشعرون بأنه ظالم ولذلك تحضرون هذه الجلسات. ختاما جاء دور أن هذا القرار كما يقولون أخذ إيش مداه مفعوله، ورجع الجماعة الذين كانوا يسلمون علينا إلى سلامهم. ثم وجئت بمجيء الدكتور المرحوم إن شاء الله إلى دار صهري، كنت ساهرا عنده. دخل هو وشخص من إخواننا السلفيين، سلموا وجلسوا وقال نحن الجواب. ثم بعد ذلك ذهبنا لدار فلان وجلسنا ننتظر، فقيل لنا انه يمكن راح لعن بنته عن صهره وها نحن جئناك. قلنا له أنا وسهلا. قال عندي أسئلة فأريد أن تتفضل في إفادتي الجواب عنها. فقلت له خلاف عادتي، قلت له مقابل كل سؤال مشوار، مقابل كل سؤال مشوار، يعني كل سؤال ذكسني تجي عندي على الدار. أما أنك تأخذ جواب عن كل أسئلة في جلسة واحدة لا. قال لما؟ قلت لما أصدرتم هذا القرار الجائر الظالم؟ أنني أدعو إلى الكتاب والسنة. قال أنت كفرت سيد خطب. قلت أنت تسمعني سمعتني أكفر سيد خطب؟ قال لا، لكن بعض شبابنا بلغونا ذلك. قلت سبحان الله، كأنك ما قرأت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وذكرت له الحديث الآخر بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. فأنت لم تكتفي بأن تحدث بأن الشيخ الألباني يكفر سيد قطب، بل بنيت على ذلك الهجر والمقاطعة التي تخالف السنة الصريحة. لا تقاطعوا ولا تدابروا، لا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. ثم أنت بصورة خاصة من بين كل جماعتك حيث كنت تحضر الجلسات تعلم أنني أقول لا يجوز المبادرة إلى تكفير المسلم إلا بعد إقامة الحجة. ألم تسمع هذا الكلام مني مرارا وتكرارا؟ قال بلى. قلت إذن كيف لم تدافع عني وفي غيبتي لما اتخذ هذا القرار الجائر الظالم؟ على أقل أن تقول والله لازم نرسل شخص نستوضح من الشيخ صحيح أنه يكفر سيد قطب، هذا شيء. والشيء الثاني كيف صدقت بأنه أنا أكفر سيد قطب وأنا ذكرته بخير في بعض المقدمات؟ فلو كان كافرا عندي ما تعرضت لذكره. وجرى نقاش طويل وطويل جدا بيني وبينه. الشاهد أثر الحزبية واضح جدا في تحقيق التدابر والتقاطع بين المسلمين، وهذا مثال جديد مع الأسف حيث صار
السلفيون في بعض البلاد الإسلامية طائفتين، وكانت تجمعهم الدعوة، تجمعهم ولا تفرقهم. فلما دخل في الدعوة ما يسمونه اليوم بالتنظيم، وهو التحزب والتكتل ضد كل من لا ينتمي إلى هذا التكتل والتحزب، فإذا صدق ربنا عز وجل حينما قال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذا الحزب حتى في الجماعة، فلما دخل في الدعوة ما يسمونه اليوم بالتنظيم، وهو التحزب والتكتل ضد كل من لا ينتمي إلى هذا التكتل والتحزب، فإذا صدق ربنا عز وجل حينما قال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذا الحزب حتى في الجماعة الواحدة منهجا وعقيدة يفرق بين الشيخ وتلميذه، يفرق بين التلميذ وزميله. هذه آثار، وكما قيل قديما هذه آثارنا تدل علينا، فانظروا بعدنا إلى الآثار. بارك الله فيكم. نعم، يعني في هذا البلد بالذات وفي بلدان تضاربه تهتم بأمور المسلمين، تبنيهم المدارس والمساجد والأمر معروف، تقوم بشيء من واجبات الإسلام. لكن مثلا خذ مثلا أخواننا المسلمين في الهند، الحكومة يعني تقاوم الإسلام، تريد إنهاؤه في هذه القارة، فيعني يضطر المسلمون أنهم ينظموا أنفسهم ليحفظوا وحافظوا على دينهم وكرامتهم، فينظموا أنفسهم ليجمعوا الأموال بدون مساجد بدون مدارس. إذا ما قاموا بمثل هذا ضاعوا تماما. السلفيين عندهم خمول في التنظيم، مثلا عندهم شبه ما ينظموا أنفسهم. دولة طبعا بارعين في التنظيم، كل ما يربي السلفي إنجيل احتواه هذه التنظيمات، تحتويه الشباب ويعمل طاقة، يوم ينشغله ما يجد شيء أمامه. عند السلفي ما عندهم برامج، فتأخذوا هذه الجماعات وهذه الأحزاب، تأخذوا الجيل الأول والثاني والثالث، فتأتي يعني تأتي مثل هذه الشباب. ما الذي يمنع النظام؟ يعني ثمار طيبة، بناء مساجد، بناء مستشفيات، بناء مدارس. إذا ما نعمل هذا الأمل ما تقوم لدى قائمة ولا يثبت لدى شباب، فبماذا نجيبهم؟ أنا أقول بارك الله فيكم، سبب الفرق بين الفريقين أن الفريق الذي أثنيت عليه بتعاونهم بعضهم مع بعض ليس عندهم شيء يشغلهم عن ذلك، فهذا هو شغلهم، شأنهم كشأن النصارى، ليس عندهم هم إلا بالتبشير الذي يوافق هوى الناس وهوى المدعوين. كذلك هؤلاء الناس المنظمين فهم متوجهون إلى هذا العمل ولا عمل آخر لديهم يشغلهم عنه، والعكس تماما. السلفيون يشغلهم شغل عظيم جدا، وهو اهتمامهم بفهمهم أولا الإسلام فهما صحيحا وعلى منهج الكتاب والسنة والسلف الصالح، ثم أن يعنى كل فرد منهم بتطبيق هذا الذي يتعلمه على نفسه، على زوجه، على ولده. هذا الاهتمام يشغلهم
عن القيام ببعض الواجبات الأخرى، ذلك لأن طاقة النفوس البشرية محدودة كما لا يخفى على الجميع، فبقدر ما يهتم الإنسان في جانب يقصر في جانب آخر، فإن كان هذا التقصير في الجانب الآخر هو وإن كان واجبا ولكنه دون الاهتمام بالأمر الأول، فإن لمناهم نلومهم بقدر، أما أولئك فاللوم عليهم أكبر لأنهم لا يعنون بهذا الأمر الأوجب، وإنما يعنون بما تعتني به النصارى الكفار المشركون، فهم عندهم تنظيم بهذا المعنى أدق بكثير من تنظيمات الجماعات الإسلامية الأخرى. صحيح أنه على السلفيين أن يأخذوا الإسلام كلا لا يتجزأ، وهذه من دعوتنا كفكر، ولكن هل بالمستطاع أن يعمل العالم مثلا المسلم في كل جوانب الحياة؟ لا يمكن أن يقوم بذلك. لا يستطيع أن يكون العالم متخصصا في علم التفسير، متخصصا في علم الحديث، متخصصا في مصطلح المقارن، متخصصا في اللغة ونحو ذلك، ولكن عليه أن يلم بهذه العلوم بقدر ثم يتخصص في علم واحد لكي تكون إفادته للناس أقوى وأشمل فيما هو متخصص فيه. فلذلك فأنا لا أتعجب من مثلا اهتمام جماعة التبليغ بهذا الخروج الذي سلب عقول بعض الخاصة فضلا عن العامة، لأنهم لا شغل لهم. نقول لهم اجلسوا ادرسوا العلم، ونذكرهم بقوله عليه السلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، ما يفعلون ذلك، ولو فعلوا لما استطاعوا أن يخرجوا هذا الخروج، وبخاصة أن في هذا الخروج تحقيق لشهوات خفية في النفوس هم يظنونها ديانة، وأكاد أقول إنه يكاد ينطبق عليهم قوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يخرجون جماعات بالعشرات والمئات وأكثرهم ما عرفوا التوحيد بعد. اجلسوا يا جماعة في المساجد وتدارسوا كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتفقه أحد في دين الله يساوي هذا الخروج الذي يسمونه ظلما وجهلا الخروج في سبيل الله. طلب العلم في سبيل الله، لماذا لا يطلبون العلم؟ لأنه لا يوافق هوى في نفوسهم. هكذا الجماعات الأخرى يهتمون بأشياء فعلا لا يهتم بها السلفيون، لأنهم ليسوا بالمستطيعين هذا الجانب. لذلك أنا أقول كلمة قد يستغربها بعض إخواننا، ولكن يعتقد أنه الحق، وهو لا أرى مانعا من أن يكون هناك جماعات متعددة، لكن ضمن منهج واحد، إلا أن كل جماعة لها عملها الخاص بها، بحيث أنه تجمعهم الدعوة الواحدة فلا يتباغضون، والغاية الواحدة وإلى آخره، لكن اختصاص مثل الأفراد نقول في الجماعات. هذا اللي نريده، أي هذا هو الذي نريده ونقول نحن، ولكن الحمد لله جاهد، ولكن ينسب إلينا وإليكم أننا ما هذا ما يجوز عندنا، هذا من الكذب الذي ينسب إلينا بارك الله فيك. فأنا أريد أن أسجل هذا الكلام بارك الله فيك، هذا مسجل بارك الله فيك، أخواننا يشهدون بذلك. بارك الله فيك، نقول غاية واحدة وتكون مئات الجماعات وتنشئ المشاريع الخيرية. أنا أقول حكم الجماعات كحكم الأفراد، إذا واحد لا يعرف من الفقه سوى الشيء الضروري، ولكن هو مهندس كهرباء، مهندس بناء ونحو ذلك، ما دام معنا في القاعدة فجزاه الله خيرا فهو يقوم بواجب،
نقول هذا في الأفراد ونطلقه على الجماعات أيضا. لكن أي جماعة هذه؟ هي الموجودة اليوم في الساحة، المتباغضين، المتباعدين، المتدابرين، مختلفين في المنهج الأساسي. نقول لهم قال الله قال رسول الله، يقولون هذا ليس الآن أوانه. متى يكون أوانه؟ حينما يحتل الكفر في أذهان المسلمين بدل الكافر المستعمر السابق. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. نحن نقول هذا بارك الله فيكم منذ 30 سنة في سوريا. والله ما سمعته منكم، ولكن الحمد لله وصلنا إلى هذه النتيجة. الحمد لله، وافق شن طبقة وافقه فعانقه. هذه التنظيمات التي تعترض على المنهج السلفي وتتعمون بهذه التهم، يقدمون ما يقدمون من مشاريع مزعومة كما تفضلتم أشبه ما تكون بالمشاريع التبشيرية على حساب ضياع أنفسهم وأهليهم. وهذا الذي يقول أيام حادثة في المدينة هنا. أيوة. رجل وجد أولاده في آخر الليل يطاردهم بعض الفساق. الله أكبر. فجاء الله بالشرطة وبالمسؤولين جزاهم الله خير، فأنقذوا الأولاد. فسألنا الأولاد لماذا، ما الذي أخرجكم في هذه الساعة؟ أبوهم مشغول بالدعوة. قالوا أبونا خرج منذ 4 أشهر ولا ندري مصيره. هذا هو، ولا ندري هو حي أو ميت، وتركنا، وأنا خرجت أذهب بأخي إلى المستوصف فاعترضني هذا الفاسق وطاردني. الله أكبر. نعم، وهذه يعني حقيقة قبل أيام قليلة في شعبان حصلت. إلى أين ذهب؟ ذهب مع جماعة التبليغ. هي كنا عم نحكي معك فيها. نعم، هي التي تفضلتم وأنا قلت تأييد. نعم. لا أقول صاحبنا هنا قبل أن نأتي إلى هذه البلدة. يقول أن الجماعات الحالية على واقع الحالي بمناهجها الحالية أنها مكملة بعضها لبعض، وأن وجودها خير، وأنه ينبغي أن نتعاون فيما بينها، وأن الخلاف كالخلاف بين المذاهب الأربعة. هذا الكلام صحيح على ضوء ما سمعتم آنفا، لما يكون المنهج واحد والعقيدة واحدة والمرجع للكتاب والسنة حينئذ يكمل بعضهم بعضا. أما أن نقول تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك بالله شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، يقولون هذا ليس أوان، هذا يكمل بعضه بعضا، هذا مستحيل. أنا أقول لكم قصة، لما كنت مدرسا في الجامعة الإسلامية كنا مجتمعين في دار أحد إخواننا، فيهم يومئذ تذكره جيدا كان مدير المكتبة عمر الأشقر، تذكره، وفيه حسن الططي تذكره جيدا الحلبي، وناس من إخواننا. الغرفة ساعتها قريبة من هذه، والإخوان حضروا جميعا واستندوا إلى الجدران الأربعة. لما دخل علينا رجل تعرفونه جيدا لكن ما أحب أن أسمي الأشخاص، هو رئيس جماعة من جماعة إسلامية، جهوري الصوت، خطيف، ويدعي بأنه سلفي وأن له كتابا في الصلاة. دخل فما أحد منا قام له، هذه أول صدمة بالنسبة إليه. واتفق أنني كنت جالسا عند عتبة الباب كما لو كنت هنا مكان الأخ هذا. فهو بدأ يصافح واحدا بعد واحد، وأنا تفرس في وجهه وأرى سلاميه تتغير. لما جاء إلي وصافحني آخر من صافح، قلت له يا أستاذ عزيز بدون قيام، هكذا يقولون في بلاد الشام. فاندفع ليقول
يا أستاذ هذه المسائل تافهة ونحن مشغولين الآن بأمر أهم، نحن يجب أن نشتغل بالأمور الأهم وندع هذه القصور وهذه الأشياء. كما تعرفون يجب أن نحارب الشيوعيين والبعثيين وإلى آخره، ولا نختلف في شيء. قلت له يا أستاذ هذا كلام خطير، لا نختلف في شيء، أنت تعلم أن المسلمين في هذا الزمان قد اختلفوا في تفسير كلمة النجاة من خلود النار، الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. فقد وجد شيخ عندنا في سوريا ألف رسالة وفسر لا إله إلا الله بمعنى لا رب إلا الله، مش لا معبود بحق بالوجود إلا الله، لا رب إلا الله. فإذا الاختلاف موجود حتى في العقيدة، فمعنى كلامك أنه نتوجه إلى محاربة البعثيين والشيوعيين والزهريين ونحو ذلك، وندع قومنا المسلمين هؤلاء على ضلالهم يعمهون، هكذا معنى كلام. قال نعم يجب أن ندع كل الخلاف ونتوجه إلى محاربة هؤلاء. يا شيخ تحاربهم بمن؟ إذا كانوا هم مشركون حقيقة موحدون لفظا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، كيف تتمكن من محاربتهم؟ هذا رئيس جماعة من الجماعات القائمة اليوم على وجه الأرض الإسلامية. ولذلك فالكلمة التي ذكرتها أن كل جماعة تتم الأخرى، هذا كلام صحيح، وهذا الذي نقوله حينما يكونون في منهج واحد وفي دعوة واحدة، لا يختلفون، يقول هذا حنفي، هذا شافعي، هذا علمي، هذا تحريري، هذا ما شابه ذلك أبدا. هذا كلام على خلاف الواقع تماما، هذا يفرق المسلمين، وواقعنا اليوم أكبر شاهد. لكن حينما يستجيب المسلمون لنا ويكونون معنا في دعوة الحق الرجوع إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، فكما قلت آنفا أنا رجل أشتغل بالحديث، فلان يشتغل بالفقه، الآخر يشتغل بالتفسير، آخر يشتغل بالهندسة، بالفيزياء، بالكيمياء، من إيه علوم أخرى هي من الواجبات الكفائية. فكل واحد منا يكمل جهد الآخر بشرط أن نكون على كلمة الزواج. هذا الشرط اليوم مفقود، والذي قلناه في الأفراد نطبقه في الجماعات تماما. فإذا اتحدوا على منهج واحد وتخصصت كل جماعة للقيام بواجب، فيومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. لكن هذه الدعوة هي من جملة تضليلات الجماعة لهذه الشعوب المسلمة الذين يريدون تضليل الناس عن دعوة الحق، بمعنى أن كل جماعة تكمل جهد الأخرى. هذا كلام غير صحيح. إذا ظلوا كما هم مستمرين متباعدين عن العمل بالكتاب والسنة وعن الخضوع لحكم الكتاب والسنة، كيف هم يقولون أن الاشتغال الآن بتصحيح الأحاديث وبتضعيفها وبالقول بأن هذه سنة وهذه بدعة، هذا كله سابق لأوانه. إيش الذي يجب أن نعمل في هذا الأوان؟ هو أن نعمل لإقامة دولة الإسلام. لكن كيف تقوم دولة الإسلام؟ على العلم أم على الجهل؟ يعني أمر عجيب من المتناقضات، الأمر الذي يضطرنا أن نقول أحيانا أن كثيرا من الحزبيين ليسوا مخلصين في دعوتهم إلى الإسلام ولو كان إسلاما عاما، ليسوا مخلصين. لماذا؟ لأنهم لا يهتمون بفهم الإسلام، وإذا كان الله عز وجل قد يسر لهم من يفهمهم الإسلام فيبغونه أن يكون منهم. وقد سبق في دمشق أن بعض إخواننا قدم طلبا للإخوان المسلمين
أن باسمي أنا يريد أن يتميل جماعة الأخوة المسلمين فرفض. لماذا؟ لأن هذا رجل وهابي، رجل وهابي يدعو إلى الكتاب والسنة وتقولون عنه رجل وهابي. أنا أعرف السبب، السبب أنني إذا دخلت في جماعة الأخوة المسلمين واعتبرت منهم سيصيب الجماعة انقلاب فكري عظيم جدا وخطير بالنسبة إليهم، وهم يريدون التكتيل. أنا أعرف أن رئيسا من هؤلاء هو سلفي العقيدة في نفسه، لكنه كان إذا لقي أحد الشيوخ الصوفيين يقبل يده. كيف هذا؟ السياسة تقتضي ذلك، أما نحن فما نريد لأخي المسلم أن يخضع هذا الخضوع. وما أحسن كلمة ابن عبد البر رحمه الله حينما قال تقبيل اليد السجدة الصغرى. فنحن ما نريد من إخواننا المسلمين بعامة أن يسجدوا سجدة صغرى بطريق الخضوع هذا للرؤساء أو الكبراء أو نحو ذلك. لهذا لا يقبلون، وأنا أقول كلمة حق ولكن أكثر الناس لا يشعرون، لا تجد في الإخوان المسلمين عالما، لا تجد في الإخوان المسلمين عالما. لماذا؟ لأن هذا العالم سيدعو الناس إلى دعوة الحق، ودعوة الحق تفرخ الصف، وهم يريدون أن يكتلوه وأن يجمعوه. وكنا نقول ولا نزال الفرق بين دعوتنا ودعوة غيرنا، دعوتنا تقوم على أساس ثقف ثم كتل، دعوة غيرنا تقوم على أساس كتل ثم ثقف ثم لا ثقافة ولا شيء بعد ذلك. لأننا نجد مثلا الأخوان المسلمين مضى عليهم نصف قرن من الزمان يعيش أحدهم ولا يعرف عقيدة الجارية، عقيدة الجارية التي امتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أين الله؟ قالت في السماء. اسأل من شئتم من رؤوس هذه الجماعات أين الله؟ يقول لقد قف شعري مما قلته. هذا سؤال لا يجوز شرعا. الله أكبر، كيف الشيخ ما يجوز والرسول هو الذي وجه مثل هذا السؤال وكان ذلك تعليما منه لنا، كيف تقول أنت لا يجوز؟ طيب يا سيدي أنا أخطأت، فعلت ما فعل الرسول مع الجارية، لكني أخطأت فأريد الجواب. ما هو الجواب؟ الجواب الله في كل مكان. هي عقيدة الاعتزال وعقيدة الأشاعرة التي خالفوا فيها أهل السنة والجماعة حقا. إذا ما فائدة هذا التكتل؟ يمضي عليهم 50 سنة وأكثر وهم لم يتعلموا شيئا من الإسلام في تصحيح العقيدة على الأقل. أما العبادات، أما الصلاة، فهنا يصلح بالنسبة إليهم الحديث الذي لا يصح عليكم بدين العجائز. نعم، فهم يصلون كما وجدوا آباءهم وأجدادهم، ما يتعرفون على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يحج أحدهم لا يدري. نعم. يحج أحدهم لا يدري كيف يحج، أفرادا أم قرانا أم تمتعا. لماذا؟ لأنه لم يدرس حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدرس ما انتهى إليه الرسول عليه السلام في قوله في القصة المعروفة في السنة الصحيحة لما أمرهم بأن يتحللوا، قال يا أيها الناس تحللوا، فلولا أن ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، فأحلوا أيها الناس فأحلوا جميعا. ما يفعلون هكذا اليوم لأنهم لا يعلمون. فإذا ما فائدة اللعنة ورفع الصوت والهتاف بالجهاد وهو قائدنا ورسولنا إلى آخره، ثم لا شيء، لا تقدم في السياسة ولا تقدم في العقيدة ولا في العبادة ولا شيء إطلاقا. لأنه في الواقع أن الأمر كما قال تعالى في القرآن الكريم
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هؤلاء والله أعلم لا يجتهدون وهم يبتغون إعلاء كلمة الله عز وجل كما جاء في حديث أبي موسى في الصحيحين لما قال رجل يا رسول الله الرجل منا يقاتل حمية هل هو في سبيل الله؟ قال لا. قال الرجل منا يقاتل شجاعة هل هو في سبيل الله؟ قال لا. قال الثالث والرابع أخيرا قالوا فمن في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وأنا أعتقد أن هؤلاء يعملون فقط للسياسة وبالتالي وبالعبارة الصحيحة للوظيفة فقط ليكونوا رؤوسا في الدولة ويجلسون على الكراسي ويتحكمون في رقاب الناس. بماذا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالإسلام الذي لا مفهوم له في صدورهم. تفضل. نعم. وهي مسألة في الإمارة الدعوة نجد أن هناك بعض الجماعات أو بعض حتى من السلفيين من يقيمون إمارة ويستدلون بحديث السفر وكذلك يلزمون من يكون معهم بالإمارة عن طريق قولهم أن المؤمنين عند شروطهم وكذلك بالنذر أنه هذا يقاس على النذر أن الإنسان هذا نذرا أنه يلتزم به. عفوا هاي الأخيرة ما فهمتها إيش هي؟ النذر. النذر؟ نعم. ما بالو؟ أن الإنسان إذا التزم بالنذر وجب عليه الإيفاء. أي نعم. فكذلك الإنسان إذا دخل داخل هذه الجماعة وسلم لهذا الأمير فإنه يجب عليه الطاعة لهذا الأمير قياسا على النذر وكذلك قياسا على قول من المؤمنين عند شروطهم في البيوع وغير ذلك. فتجدهم يضعون أميرا وقد يكون هذا الأمير ليس من علمائهم ولا من العلماء إنما فقط أن يكون رجلا مدبرا ومنظما وقد يكون صاحب وظيفة عادية من مهندس أو دكتور أو ذلك. أول ذلك يخطر في بالي أن أقول من الذي قاس هذا القياس؟ هو عالم أم جاهل؟ سيقال إنه عالم. هل هو عالم بالمعنى الحقيقي الشرعي أم هو مقلد وقد لا يكون عالما بالتقليد أيضا؟ فهذه من عجائب ما يقع في هذا الزمان يجتهد من لا يحسن التقليد. لماذا؟ لتنفيذ أحكام وتضليل الناس باسم إيش؟ القياس. القياس يا أخواننا هو الدليل الرابع كما تعلمون وأنه لا يصار إليه إلا للضرورة كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله في بعض كتبه ولعل رسالة القياس ضرورة فإن لم يكن هناك ضرورة فلا يشرع اللجأ إلى القياس. الآن هؤلاء يستدلون بمثل هذه الأمور التي ذكرتها ومنها القياس لتسليك واقعهم المخالف للشرع والمفرق لجماعة المسلمين. أما من كان سلفي العقيدة فهو وكان عالما بطبيعة الحال بالدعوة السلفية القائمة على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح فهو يجد أن هذه الاستدلالات إنما هي من باب ذر الرماد على العيون ليقول للناس نحن عندنا أدلة من الكتاب والسنة والقياس الصحيح. فنحن نقول لقد جرى المسلمون في العهد الأول على البيعة الشرعية ثم مع الأسف تفرق المسلمون فيما بعد إلى دويلات تشبه دويلاتنا القائمة الآن ولو أن ربما تكون أقل عددا وأوسع دائرة.
وما أحد من هذه الدول سلك سبيل هذه الجماعات والأحزاب ليسوغوا هذا التفرق الذي كان قائما بين الدول الإسلامية يومئذ، ذلك لأنهم كانوا لا يزالون على شيء من العلم بالنسبة لعلمائهم. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. ذلك لأنهم كانوا لا يزالون على شيء من العلم بالنسبة لعلمائهم. أما الناشئ الجديد اليوم والذين يدعون إلى تكتل ما وتحزب ما، فليس فيهم ما كان في أولئك من العلماء، العلماء حقيقة، على الأقل علماء بالمذهب. هؤلاء ليس عندهم علماء حقيقة ولا علماء، وقد أحسن حيث أخطأ كثيرا الدكتور البوطي حينما سمى نفسه وأمثاله من العلماء إنهم علماء مجازا. كانت هذه في الواقع يعني فلسة، لكن رمي من غير رام، أصاب الحق دون أن يقصده. قد كان فيهم يومئذ على الأقل علماء مجازيين، يعني علماء بالمذهب، ولا يوجد في المذاهب مثل هذه الأحكام التي أنت حكيتها آنفا، فضلا عن أن يوجد مثلها في الفقه المستقر.